إذا كانوا بيأخذوا على تجار ذا فلنأخذ على تجارهم. هذه المسائل كلها منصوص عليها في كتب الفك. عشر أهل الذمة حدثني يحيى عن مالك. يعني سري التجر فنأخذ منه، وبعد 14 سري التجر بر الثاني فنأخذ منه، وبعد 14 سري التجر فنأخذ منه، لا ده بشي سنوي ساعة الجزية، إنما هي ضريبة على التجارة. ماشي. قول الصحابي أو التابعي أو أحد من أئمة العلم من السنة لا بد فيه من دليل، لا يكون حج مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في حكم المرفوع إلا إذا كان الصحابي هو الذي قال هذا القول. ها؟ إذا قال الصحابي السنة كذا فهو حجة، أما إذا قال التابعي أو تابعي التابعي أو غيرهم فقول السنة هذا، قال العلماء لا حجة فيها، يحتمل أنه أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه أراد سنة الخلفاء الراشدين، ويحتمل أنه أراد سنة المسلمين. ولهذا يقول علماء الأصول لا يكون قول الشخص من السنة حجة إلا إذا كان من الصحابة، لأنه ما يتبادر من كلام الصحابي إلا أن المراد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني على الأغنياء يدوا 4 دنانير، وعلى الفقراء كذا كذا، وعلى المتوسطين كذا، هكذا منصوص عليه، ما نأخذهاش ضريبه على كل واحد، فبعضهم أغنياء وبعضهم فقراء، فالغني يأخذ منه 4 دنانير أو ما يوازيها، والفقير يأخذ منه 40 درهم أو ما يوازيها. عشر أهل الذمة حتى ثني يحيى. قبل أن نسميها الجزية لأن فيها صغار، ولأنها لا تكون لا في الكفار، الكفار عليهم جزية والمسلمين عليهم زكاة، والرابح الذبي رابح، لأن بيتي في رأس السنة جزية، بينما المسلم يأتي زكاة كل ما حصل على شيء زكوي يأتي بزكاة. الكافر عليه زكاة؟ لا 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 ماشي. لا عليه جزية الكافر؟ عشر أهل الذمة حتى ثري يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبض من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر. كان النبض هؤلاء هم القبائل أو البدو العجم الذي كانوا يأتوا إلى الحجاز من بلاد الشام أو من بلاد العراق، اسمهم النبض. النبض هم الكفار البدو في بلاد العجم، كان عمر بن الخطاب يأخذ عليهم العشر مما يصلوا إلى المدينة من الحنطة والزيت لأنه ضروري خفف عنهم، وأما القطني أو ما هو السالك من الله ويأخذ من القطنية العشر، قد سبق الكلام هذا في القطنية، الظاهر أنه المراد به القطن أو شيء، يعني أنه قد كان يلاحظ ما هو ضروري لا يأخذ منهم إلا نصف العشر، ما كان ضروري مثل الحنط والزيت لا يأخذ عليهم إلا نصف العشر، يشجعهم لأجل يأتوا بالحنط والزيت إلى المدينة إلا أنه ضروري، ويأخذ من القطنية
العشر لأنه كمالي، والظاهر أن القدرية قد سبقت الظاهر القدرية أنه من الأشياء الكمالية. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن اجتهاد بن عمر له اجتهادات كثيرة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب يزيد أنه قال: كنت غلاما عاملا مع عبد الله بن عتبه بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب، فكنا نأخذ من النبض العشر. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب: على أي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب من النبض العشر؟ فقال ابن شهاب: كان ذاك يأخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر. حديث قديمة من أيام الجاهلية وهي ما قبل البعثة، فألزمهم في ذاك عمر باجتهاد بمحضر أصحابه ولم ينكروا أحد، فكان إجماعا سكوتيا. اشتراء الصدقة والعود فيها. حتى ذري يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب. ما يكونش حجة لأنه مسألة بسيطة اجتهد فيها. ما دام كل مجتهد مصيب، أو قلنا أن للإنسان أن يجتهد فلا يلزم من سكوتهم أنه حجة. الإجماع السكوتي على الصحيح ليس بحجة، لأنهم قد عرفوا أن من يريد أن يجتهد يجتهد، وأنهم ما كانوا ينكرون عليه. حتى ثقاني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه، فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بايعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تشتريه، وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. لا ينبغي ولا يجوز بإجماع العلماء أن الإنسان يتطوع بشيء في سبيل الله ثم يرجع عنه. أما في حق الهبة ففيها خلاف، هل يجوز الرجوع عن الهبة أو لا؟ بعضهم وهم الهاتوي والحنفية قالوا يجوز ولكن بكراهة، وقال آخرون أنه لا يجوز الرجوع عن الهبة، لكن الرجوع عن الصدقة لا يجوز بإجماع العلماء، لا رجوع حتى ولا شرع، لأن الإنسان لا يتصدق ثم يبقى حسن عنده ويحاول أن يشتريه، لأنه ربما يكون هذا الرجل الفقير الذي سيبيعه سيغبر في الثمن ويجامله فلتركي سيبيعه من شخص آخر لأجل يحلل الثمن. أما إذا قد انتقل لا شخص آخر فما مشكلة فيه، هذا يخشى أنه يجابل في الثمن فيكون فيه هذا في غبن على المتصدق عليه، فكأنه تصدق به وحس عنده ويظلمه. أما إذا قد باع من واحد وحللها كيف ما كان فما بشبال عدو يجي يشتريه. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب حامل على فرس في سبيل الله، فأراد أن يبتاعه، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك،
قال يحيى سئل مالك عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع أيشتريها، فقال تركها أحب إلي، وإلا فهو جائز، فمن تجب عليه زكاة الفطرة. الشيوخ شيبات ما يأخذش منهم جزية، على أطفال لا يأخذ منهم الجزية، النساء لا تأخذ منها، لأنها هي مسألة كأنها دفاع، كأنه بيقول التوها لا بقابل أنكم ما تتجندوا مثل باع الجند والمسلمين إذا أردنا أن نجددهم، ولهذا لا تأخذ، كذلك لا تأخذ من القسيسي الرهبة. اي نعم، لانه لم تقبض. اذا كان الانسان قد اهدى هديه او وهب هبه او تصدق بصدقه ولكن ما قد وصلت اليه ولا قد عرف، لا مانع من ان يسترجعها. حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يخرج زكاه الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر. هذا الأدلة تدلت على هذا، أن الإنسان يخرج زكاة الفطرة عن نفسه وعن أولاده وعن كل من يعوله، كل من يعولهم، عن أولاده وبناته وأخواته وأمه وجدته وغير من كان بيعولهم وينفق عليهم، فعليه أن يخرج الزكاة عنهم. زكاة الفطرة مشروعة وواجبة على الإنسان. إلى زكاة الفطرة تكون عن كل إنسان يعولها الإنسان، حتى إذا كان مع عبد وهو الذي يعوله أو خادم وهو الذي يعوله، فيجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطرة. ماشي، لأنها تطهر للصائم، والنصراني ليس بمسلم ولا له تطهير ولا صام شهر رمضان. وحدثني عن مالك أن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤتي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه، والرجل يأتي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم من كان منهم مسلما. على الإنسان أن يؤتي الفطرة عمن كان يعوله مطلقا، سواء كان حرا أو عبدا، وإذا كان عبدا فلا فرق بين أن يكون رق خالص أو يكون مكاتب في حال كتابته، لأن المكاتب هو الذي يقول له سيده أنت مكاتب على 30,000، إذا سلمت لي 30,000 فأنت حر في 3 دفعات، السنة الأولى تدفع لي 10,000، وفي السنة الثانية 10,000، وفي آخر السنة الثالثة 10,000، فتصير حر بعد ذلك. فإذا جاء رمضان وشوال وهو لا زال في حال الكتابة، فعليه أن يخرج فطرته. والمدبر هو العبد الذي يقول له سيده
أرى قد تبرتك بعد موتي، أي أرى قد أعتقتك في عند أن تدبر حياتي وبعد أن أموت تكون حر. فإذا بات بمجرد ما يموت السيد يصبح العبد حر. فإذا جاء شهر رمضان والعيد فعليه أن يخرج الزكاة عن هذا العبد المدبر مطلقا، سواء كانوا عند حاضرين أو غائبين، لا فرق بين الحر والعبد وبين الحاضر والغائب، وبين العبد أن يكون مدبر أو يكون مكاتب أو يكون رد خالص، لا فرق. لكن يشترط أن يكون الواحد من هؤلاء العبيد أو الخدم مسلما. من كان منهم مسلما، فرق ما بين الصدقة والإنفاق. الإنفاق الذي يكون يوميا أو شهريا على هذا، وصلة الأرحاء أو الصدقة التي ليست ضبطة. ما دام هو في ست الفرح ما بش معاهم منفق غيره، فعليه أن يخرج الفطرة عنهم. ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه، أي لا تخرج عنه زكاة الفطرة. قال مالك في العبد العابق إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبا وهو يرجو حياته ورجعته، فإن يرى أن يزكى عنه وإن كان إباقه قد طال إباقه قد طال وأيس منه فلا أرى أن يزكي عنه. مثل ما قلنا في الدين، ما كان الدين مرجو رجوعه فيزكي الإنسان عنه، وما كان من الديون قد أيس الإنسان منها فلا يزكي عنه. وكذلك نقول في العبد، إذا كان هذا العبد الآبق الهارب يمكن أنه يرجع، وقد غلب في ظن السيد أنه سيرجع وأنه لا بد أن يلقى عليه القبض ويؤتوا به، فعليه أن يخرج فطرته. وإذا كان قد أيس منه فلا يخرج فطرته. قال مالك تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر بالرمضان على الناس على كل حر حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. مكيلة زكاة الفطر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض زكاة الفطر بالرمضان على الناس صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. نعم، جاء في رواية آخرة على الغني والفقير، لأن الفقير في باب الزكاة غير الفقير في باب الفطرة. الفقير في باب الزكاة هو من يملك النصاب، من يملك من الفلوس ما قيمته من الفلوس ما قيمته 16 ريال فرنسي إلا ربع، أو باقيمته 595 جرام من الفضة. ها؟ الغني من يملك والفقير من لا يملك. في باب الزكاة الغني من يملك من الفلوس ما يوازي 595 جرام من الفضة أو 16 ريال
فضة نمساوية فرادسية إلا ربع، أو يملك ما كان قيمة 85 جرام من الذهب، هذا من كان يملك هذا الشيء فيسمى غني، يجب عليه أن يخرج الزكاة. ومن كان لا يملكها ولا يملك إلا أقل النصب هذا فهو فقير، وإذا كان فقير فهو مصرف للزكاة. هذا الرجل يملك هذا المبلغ الذي قلت لكم، قلنا نسميه غني ويجب عليه أن يخرج الزكاة للفقير، والفقير من لا يملك النصاب. هذا في باب زكاة الأموال وغيرها. أما في باب الفطرة فتجب على الغني وعلى الفقير. لمن قد كان فقير فقر فطرة وقد اختلف العلماء من هو الغني في باب الفطرة الذي يجب عليه أن يخرج الفطرة، ومن هو الفقير في باب الفطرة الذي له حق أن يستلم الفطرة. على أقوال، أشهر الأقوال قول أهل المذهب الهدوي المنصوص عليه في الأزهار، وقول الشوكاني المنصوص عليه في السيل الجرار وفي وابن الغمام. صاحب الأزهار وصاحب الشفاء يقول الغني الذي يجب عليه أن يخرج الفطرة هو من يملك قوت 10 أيام فصاعدا، والفقير الذي يستلم الفطرة من يملك من لا يملك قوت 10 أيام فصاعدا، من له قوت 6 أو 7 أيام فيستلم الفطرة. هذا قول الأمير الحسين في الشفاء وقول الإمام المهدي في الأزهر. أما الشوكاني فإنه يقول الغني في باب الفطرة من يملك قوت زائد على يوم العيد، والفقير في باب الفطرة من لا يملك قوت يوم العيد. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم في ذلك اليوم، هذا مذهب الشوكاني. فالخلاف ما بين الشوكاني وما بين أهل المذهب في باب الفطرة في 3 جهات. الجهة الأولى، من هو الفقير الذي يجوز له أن يأخذ الفطرة؟ عند الشوكاني من لا يملك قوت يومه يوم العيد، وعند الهادي من لا يملك قوت 10 أيام، والغني عند الشوكاني من معه شيء فائض على يوم العيد، وعند الهادي من كان معه شيء زايد على صرفة 10 أيام. هذا الخلاف بينهما في لفظ من هو الفقير ومن هو الغني، من هو الذي يصرف الفطرة ومن هو الذي يقبض الفطرة. المسألة الثانية، قال الأمير الحسين لأنه وجدنا العشرة كثيرا فأقل البهر 10 دراهم، وأيضا أكثر الحيض 10 أيام، وكذا سرتهم. وجوب عليه الشوكاني بأنه ما من عدد إلا وفي المناسبة بالسبعة أشياء، 7 الذي يظلهم الله يوم لا ظله. وأيضا نجيب عنه بأن مسألة أن أقل البعر 10 أيام ليست مسألة متفق عليها، إنما هي مذهب الهادوي والحنفية. عند الحنفية والزيدية أقل البهر 10 دراهم، ولا بهر أقل من 10 دراهم،
والعشرة التراهم ريال إلا ربع فرادسي وربع الثمن، هذا هي العشرة التراهم. وهذه مسألة خلافية، وعند الشوكاني وعند الشافعي أنه قد يكون أقل ولو ثلاث تراهم، بل قال الشوكاني ولو خاتما من حديد فلا نسلم ما قاله، وقالوا أن أكثر الحيض 10 أيام، وهذا لم يقل به الشوكاني أن أقل الحيض 3 أيام وأكثر الحيض 10 أيام، قالوا هذا الحديث الوارد في كتب الحديث الذي استدل به الهادي على هذا ليس بحديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف، وإنما هو من الأحاديث الضعيف جدا أو من الموضوعات، ولكن مدار مسألة الحيض على لون الحيض، هل هو أسود يعرف أو لا، هل هو العادة المعتادة للمرأة هذا أو لا، إلى آخره. فلهذا باب اشتري، والشوكاني يقول دليله اغنوهم في ذلك اليوم، لكن حديث اغنوهم في ذلك اليوم فيه مقال. المسألة الثانية مسألة هل ولاية الفطرة هذا إلى الدولة أو هي إلى صاحبها؟ فعند علماء المذهب الهادوي أن ولايتها إلى الدولة، وعند الشوكاني ولايتها إلى صاحبها. المسألة الثالثة، ما هي المصرف الذي نصرف فيه؟ هل للفقراء فقط أو لا مصارف الزكاة 8؟ فعند أهل المذهب الهدوي عند مصارفها مثل مصارف الزكاة 8، وعند الشوكاني في وبل الغمام أن حكمها أنها للفقراء فقط وليس للعابرين ولا هذا لك المجاهدين ولا المؤلفة ولا شيء، ولكن في الترار البهي والترار المضية قال مصرفها مثل مصارف الزكاة. ولهذا أن اليمنيين المغتربين في الخارج يسألون، يقولوا في المملكة العربية السعودية كل واحد يخرج زكاته بيوم العيد صباحا ويقسموها للفقراء، بينما في اليمن بتأخذها الدولة وما بتستلمها إلا بعد شهر أو شهرين، فكأنها ضريبة، ما هي العلة؟ فنقول في المملكة العربية السعودية هم على مذهب أحمد بن حنبل، ويقول لهم العلماء أن مصرفها للفقراء وأن الذي يتولاها هو صاحبها، فبيعملوا بموجب هذا. وعندنا بيعملوا بمذهب العادي أن ولايتها إلى الدولة، ولهذا أن الدولة تتحصل في 6 أيام أو 6 أشهر، ولكن على المسلم أن يعزلها من ليلة العيد. إذا كنت في اليمن وتريد أن تخرج فطرتك اعزلها واخرجها إلى بقعة واجعلها وداعا وأمانة عندك، حتى إذا وصل المصدق تسلمها له وقد خرجت من عهدتها، لأن وقتها هو يوم العيد، فلا يأتي صباح يوم العيد أو صلاة العيد إلا وقد أخرجتها. فإذا باقت أخذتها ألقى الذي سيقبضها فيعزلها حتى يأتي الذي سيقبضها، وتبرأ ذمتك من هذا. كيف؟ على الخلاف الذي تكلمنا فيه تجاه، قال بعضهم يضبط وقال بعضهم لا يضبط، وقال بعضهم إن فر إن كان الوقت متسع وما جوش يأخذوها لا يضبط، وإذا الوقت ضيق وعلي وقد كان يتمكن أن يسلمها إلى عاقل الحارة أو عاقل وإلى عاقل القرية أو إلى شيخ القرية وتراخى، فإنه يضبط مثل ما سبق أن تكلمنا في الزكاة. هذا الأحوال يفعل هذا الذي يشتري. إيه نعم يصح، إذا ما بتعولش أنت
فاصرفها فالقريب أولى، فتكون صدقة وصلة. ما يشتي ما يقول لي بعدك. ها؟ لا مانع أن تصرف حب ولا مانع أن تصرف فلوس، المهم المصلحة. إذا كان مصلحة للفقير أن أعطيه، إذا دليل أنه سيأخذها ويشتري بالشيء نافع فهو أولى، وإن عرفنا أنه يشتري بها قات أو يشتري بها شقاير فنعطيها حب ونسلمها إلى زوجته. ما يشتري يقول على آخر هذا. ما بيقول يا دكتور ها؟ تقديم الصدقة ما هل يقرأ التقديم؟ لا مانع من أن يقدمها، لكن الأفضل هذا خشية من أن يأكلها الفقير قبل يوم الحين. ولهذا نقول الأفضل أن الإنسان يعزلها ولا يسلمها إلا ليلة العيد أو صباح يوم العيد. ماشي، ما تكلموش في الإمام العادل ولا شيء، لكن قالوا وولايتها إلى الإمام ومصرفها إلى الزكاة، وسكتوا. إذا بابش إمام هل يجزي أن يسلمها للفقير أو لا؟ بسكت العالم. هذاك من هذاك اجرتهم من العاملين عليها، اجرتهم لانهم يصدق عليهم انهم من العاملين عليها. ما مناسبتها اقل الحيض 10 ايام في موضوع الزكاه؟ ما مناسبتها بالحيض؟ قال في الشفاء، قال الامام الحسن في الشفاء، والفقير من لا يملك قد 10 هي، والغني من يملك اكثر. قال وإنما حددناها ب10 أيام لأن الشريعة قد حددت أشياء كثيرة، فبجملتها الحيض وبجملتها أقل البهر وبجملتها وترنا أشياء. لكن الشوكاني في وابن الغباب قال لا علاقة بهذا بهذا، ما لو نفتح أنقول 3 أيام، لأن كم بأشياء 3 أو أنقول 30 يوم، لأن الصيام 30 يوم، ونقول بعدها 4 أيام، بعد أيام تشريك 4 أيام، ونقول أنه إلى آخره. الصحيح أنه من يملك زيادة على قوت يومه. وحتى ذني عن مالك ها؟ من مع الزيادة على قوت يومه. ثلاثة يوم العيد وبعدين يطلق بعد يوم العيد. لا انا شوف وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن عياض ابن عبد الله بن سعد بن ابي زرح العامري انه سمع ابا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط الجب أو صاعا من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. الزكاة الجزية إيه واجب، لأنه ورد في الكتاب والسنة والإجماع ولا خلاف فيه. يجب أن نأخذ الجزية من كل ذمي، وقد كانوا يأخذوا في أيام الملكية من جميع الذميين جزية. ها؟ ها؟ كم يقدر دين من اليهود؟ الجزية كم كان يأخذون اليوم؟ من دار الجزية الذي بيأخذوه؟ يسأل الدكتور كم من دار الجزية كم سوي؟ شكرا. ترجم بعيد وين؟ البعيد بيترجم للقريب. هذه أخذوا ريالين فرنسي بالسنة. ها؟ بالسنة. السنة نعم. هل يجي مصلحة لها؟ ها؟ لا لا، قال القرآن هكذا، لا مقابل أن احنا نأمنهم ولا نجندهم. إذا شدينا عليهم بالجزية ممكن يجدوا مثلا في الزروية الشرعية.
يرحلح طلجن اي رحله العجل ريال فرارسي بعد بالتوش يفتجع لا يهرب اليهودي قد بيهرب هاكلك ما طلبناش قد صاروا يذهبون الى اسرائيل ويضايقون المسلمين من غير ان نطلبهم. كل واحد يحاسب نفسه. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة البدر إلا التمر إلا بر واحد فإنه أخرج شعيرا. قال مالك والكفارات كلها وزكاة البدر وزكاة العشور كل ذلك من مت الأصغر موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا الضحى فإن الكفار فيه بموت هشاب وهو المت الأعظم. هذا بعد حديث دليل ما هو مت هشاب هذا هيا ترجم يا صار تمر كم كيلو؟ ها؟ صار تمر كم كيلو؟ ما هو متيا عاد تمر كان يكا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكا يكون يوزن كان يكال ولا يوزن. فالعبرة يعني بالمكيال المدينة حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنهم يطوا المكيال بكاء أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. قال العلماء لو استمروا عليه أنه أفضل لكن كل بلاد ولها مكيال خاص وبعضها يكيل الشيء وبعضهم يوزنوا. ما التمر والشعير والزبيب هل كانت القيمة زادت؟ لا ماشي مختلفة. مثلا الصاع من شعير يعني يمكن 15 صاع يعني قيمة صاع من زبيب أو صاع من تمر. وبعد الزبيب غالي والشعير رواج يصير بسلوة التولب ما بتاخذ إلا بسعر الحب ما بتاخذ بسعر شهر رواج إلى غيره. يضرب يومين أو ثلاثة لا مانع أن تتقدم يومين أو ثلاثة إنما الممنوع أن تتأخر. أما التقدم فهو لا مانع منه. وحدثني عن مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى. قال مالك وذلك واسع إن شاء الله أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده. لا مانع من تقديمها قبل يوم العيد إنما الممنوع أن تتأخر. وإذا كان للضرورة فيحسن أنه يعزلها وتبقى عندك كوداعة أو كأمانة إلى أن يعني يأتي المصدق أو يأتي الفقير. من لا تجب عليه زكاة الفطر حدثني يا عن مالك ليس على الرجل في عبيد عبده ولا في أجيره ولا في رقيق امرأته زكاة إلا من كان منهم يخدمه ولا بالطلب منه فتجب عليه. وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر ما لم يسلم لتجارة كانوا أو لغير تجارة. يعني لا زكاة على عبد البرعة أو خادم البرعة. لا يجب على الزوج أن يأتي بفدرة خادم زوجته أو عبد زوجته إذا كان هو الخطام هذا أو اشترى العبد فهو عليه. أما إذا هي أتت الخطام خاص لها أو أتت بمقررها من أن الزوجة أو اشترت عبد أو جاري لنفسه فليس على الزوج أن يعطي الفدرة لمن لا يملك ولا يجب عليه أن يطعمه أو يسقيه. وكذلك إذا كان العبد هذا أو الخادم كافر فإن الزكاة هذه تطهره
ولا تطهرة لكافر لأنها تطهره، ولا تطهرة لكافر لأن الزكاة ولا سيما زكاة الفطرة هي تطهره، ولا تطهرة ولا قربة لكافر. كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان. حدثني عن يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن نافع عزبه عن عبد الله عندي ما زد عملش عن عبد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني إذا غم عليكم فاكملوا العدة 30 يوما كما ورد في روايات أخرى. وردت أحاديث عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمر وعن عائشة وعن غيرهم من الصحابة خلاصتها أنه لا يصوم حتى يروا الهلال ولا يفطر حتى يروا، وأنه إذا غم عليهم ولم يظهر لهم فيرجعوا إلى إكمال العدة، لأن في لفظ آخر من ألفاظ الحديث فاكملوا العدة، وفي رواية آخر فاكملوا عدة شعبان. فالصيام لا يكون إلا إذا رأينا الهلال أو إذا قد كمل الشهر، فإكمال العدة كافي ولو لم يروا الهلال. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له، أي انتظروا حتى تكمل العدة 30 يوما. فسرت الرواية الأخرى. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد التيلي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاكملوا العدة 30. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن الهلال رؤيا في زمان عثمان بن عفان بعشي فلم يفطر منه عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. قال حيا سمعت مالكا يقول في الذي يرى رمضان وحده أنه يصوم لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم رمضان. قال ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر لأن الناس يتهمون على أن يفطر بهم من ليس مأمونا، ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال. ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم صيام يومه ذلك فإنما هو هلال الليلة التي تأتي. قال يحيى سمعت مالكا يقول إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤيا قبل أن يصوموا بيوم وأن يومهم ذلك 31 فإنهم يفطرون في ذلك اليوم، أية ساعة جاءهم الخبر غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس. هذا الكلام يحتوي على عدة مسائل. المسألة الأولى، هل لا بد في رؤية الهلال من أن يكونوا 2 أو يكفي عدل واحد؟ اختلف العلماء في إثبات
الرؤية هذه هل تثبت برؤية شخص واحد عدل أو لا بد من اثنين؟ ذهب جماعة من العلماء ومنهم الهادوية إلى أنه لا بد أن يكون الشهود اثنين، أما الواحد فإنه لا تقبل شهادته. وذهب جماعة من العلماء منهم الشوكاني والعميد إلى أنها تقبل شهادة العدل الواحد مهما كان ظاهره العدالة فتقبل شهادته. احتج الأولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح فإن شهد شاهداني، مفهومه أما إذا كان شاهد واحد فإنه لا يكفي. ودليل الآخرون دليل الآخرين الذي قالوا يكفي شهادة واحد هو حديث ابن عمر أنه شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته، قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول؟ قال نعم. قال أذن يا بلال وأخبرهم واشعر الناس بالصيام. هذا دليل على أنه يقبل شهادة شخص واحد، فيه دليل على أنه يقبل شخص واحد في دخول رمضان. أيهما أصح؟ الصحيح أنها تقبل شهادة واحد، لأنه وإن كان هذا الحديث الأول بيقول فإن شهد شاهدان مفهوم أبا إذا هو شاهد واحد فلا يقبل، فهو بالمفهوم. وهذا أن النبي قبل شهادة ابن عمر وشهادة الأعرابي هذا مندوب، فهو أرجح. أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بأن يؤذنوا، أي يخبروا الناس بأنه قد دخل الشهر بمجرد شهادة ابن عمر، كما في قصة أخرى وفي رمضان الآخر بشهادة الأعرابي. فالصحيح أنها تقبل شهادة شخص واحد، الصحيح أنها تقبل شهادة شخص واحد. بقينا في مسألة متفرعة على هذه المسألة، إذا صادف ورأى الهلال شخص واحد وصادف أنه لم يكن هناك قاض يحكم بشهادته لأنه رأى وهو في ميناء ليس قريب من ميناء الحديدة أو ميناء البخاء أو غيره من المواني التي فيها قضاة شرعيين، أو ذهب إلى القاضي الشرعي فلم يثق به لكون مجهول وبابش من يزكيه فيخشى أن يكون مجروح العدالة لا تقبل شهادته في مثل هذا الأمر، أو كان معدلا وقد قبل النبي القاضي شهادته، ولكن مذهب القاضي الشرعي الذي سيحكم عند أنه لا بد أن يكونوا اثنين، قال ابحث عن شاهد آخر فلم يوجد شاهد آخر، ماذا يصنع هذا الشخص؟ قال له رد شهادته إذا ما بقي إلا شاهد واحد، وهذا الشاهد الواحد صادف أنه لم يكن في بلد فيه قاض شرعي هو الذي سيحكم بشهادته، أو وافق أن هناك قاض شرعي سيحكم بموجب شهادته فشهد عنده، ولكن القاضي يجهل شخصية هذا الشاهد هل هو عدل أو غيره ويحتاج إلى تزكية ولا يوجد من يزكيه لأنه من بلد أخرى بالبلدة الأخرى وصل إلى هذه البلدة
لا يعرف أحدا يشهد أنه ثقة، وبناء عليه فقد رد القاضي شهادته ولم يحكم حتى يأتى بمن يزكي، أو صادف أنه عادل ثقة قد عرفه القاضي، أو صادف أنه قد وصل من يزكي. ولكن مذهب القاضي أنه لا بد أن يكون شهود ربضة شاهدين عدلين، وهذا هو شاهد واحد عدل، فماذا يصنع هذا الشخص الذي قد رأى الهلال ورأى الناس كلهم مفطرين أو رأى الناس كلهم صائمين إذا هو في آخر الشهر؟ هل يخالفهم أو لا؟ يقول بعض العلماء أنه يعمل برؤية نفسه ولا يصدق الناس، ماذا وقد رأى الهلال بنفسه كيف يكذب نفسه وكيف يفطر أو كيف يصوم؟ وبناء عليه فقال أنه يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وهذا الرجل قد رآه فعليه أن يعمل بمقتضى رؤيته فيصوم إن كان رمضان أو يفطر إن كان العيد عيد سوى، عاملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وقال بعضهم عليه أن يساير الناس، فإن وراء المجتمع كل الصائم فليصوم، وإن رأهم كلهم مفطرين فليفطر، عملا بحديث الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، ففي دليل على أنه لا يشذ بل يوافق المجتمع الذي بيعيش فيه، فيصوم إن صاموا ويفطر إن أفطروا ولو خالف رؤيته، لا يصوم إلا إذا صاموا ولو قد رأى الهلال، أو لا يفطر إلا إذا قد أفطروا ولو قد رأى هلال شوى. هذا رأي آخر لبعض العلماء، وبعضهم فصل وهو السيد محمد بن إسماعيل الأمير، وهو أيضا مذهب الهادي، أنه يصوم لكن متكتما، وفي العيد يفطر ولكن متكتما، لأجل يجمع بين الحديثين، فقد عمل بحديث صوموا لرؤيته فهو صائم ولكن متكتم، ففي المجتمع يظن أنه صائم مفطر وهو غير مفطر، يصوم متكتما، وإذا رأى شهر شوال فيفطر متكتما، لأجل يجمع بين حديث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته هذا، وبين حديث الصوم يوم يصوم الناس، لأنه يتظاهر أنه صائم مثلهم أو يتظاهر أنه مفطر مثلهم. هكذا أفتى السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في بعض فتاواه الخطية هكذا، وهو أيضا مذهب الإمام محمد بن وهو مذهب الإمام المهدي في الأزهار، فقد قال الإمام المهدي وليتكتم من انفرد بالرؤية، وليتكتم من انفرد بالرؤية. نعم نعم يقضي لأن ما بش على. وبناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم صوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، نفتي من كان من اليمنيين في تونس أو في الجزائر أو في المغرب
أو في الأيران أو في بكه يعتبر أو غيره، فإذا رأوا الهلال في اليمن وقالوا دخل شهر رمضان وصاب أهل اليمن، لكن القاضي في بكة قال لم تثبت عندنا الرؤية، وبلغ أهل بكة أنهم جميعا يفطروا ولا يصوموا أو العكس. واليمني في حالة العمرة في بكة، أو اليمني موظف في السفارف في المغرب الأقصى أو في الأيران أو في غيره، ماذا يصنع؟ هل يعامل نفسه معاملة بلده الذي بيمثلها، أو يعامل نفسه معاملة المجتمع الذي بيعيش فيه؟ الظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، أنه يعامل نفسه معاملة البلد الذي بيعيش فيه. وإذا اتصل بنا إلى صنعاء وقال هل قد ثبت عندكم الصيام غدا؟ نقول نعم. وعندكم؟ قالوا لم يثبت، قالوا أن الصيام سنكمل العدة ونصوم في اليوم الثاني، ماذا يصنع؟ نقول إذا صابوا صمت، وإذا أفطروا أفطرت. فالمسألة ليست سياسية ولا دبلوماسية، إنما هي مسألة شرعية. والظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يومه، والصحف والإذاعات والمجلات تتكلم حول هذا الموضوع في شعبان وفي رمضان في العالم الإسلامي بأسره، لا زالوا يتكلمون عن هذا الموضوع، ولا زالوا يقرروا بأنه يجب أن يتحد الصيام في العالم الإسلامي بأسره، سواء كانت المطالع مختلفة أو متحدة، لأن علم الفلك وعلم الجغرافيا والإذاعة والتلفون قد لنا على أن المطالع مختلفة. نتصل بأمريكا ونقول ما هو عندكم الآن؟ يقولوا وقت أذان الظهر، وعندنا وقت أذان العشاء. فقد عرفنا هذا الحين أن العالم مختلف في مطالعه، لكن العلماء في المؤتمرات في جميع المؤتمرات كانوا يقرروا أنه يجب أن يتحد العالم الإسلامي كله في الصيام. فإذا رأوا الهلال في صنعاء اليمن وبلغوا للعالم الإسلامي فعليهم أن يصوموا، وإذا عرفوا أو حكم القاضي في القاهرة فعليهم أن يصوموا، وإذا حكم أو أفتى المفتي في المملكة العربية السعودية فعليهم أن يصوموا كلهم. هكذا بيقرروا في جميع المؤتمرات، لكن ما بدي تنفذ، لأن الفقهاء في المؤتمرات يكتبوا الشيء حبر على ورق. لماذا؟ لأن السلطة هي بيد الدول، بيد الملوك والسلاطين والرؤساء. فإذا كانت الدولة متصادقة مع الدولة فهي تقول المطالع متحدة ويصوموا بصيامهم، وإذا كان بينهم علاقة سيئة فبيقولوا كل بلاد لنفسها ما بيتابعونش. هل يتصور في أيام أنور السادات أن ليبيا تعمل برؤية أهرمس مع أنها متجاورة؟ آخر شبر في مصر، أول شبر في دولة ليبيا، لكن في أيام جمال عبد الناصر كانت رؤية بص تكون رؤية لليبيا، لكن أيام أنور السادات ليست برؤية لهم. وهكذا في الدول كلها، إذا كانت الأيران والعراق متحدات فرؤية الأيران للعراق ورؤية العراق للأيران، ولكن إذا اختلفوا في السياسة ما بيعملوش بها. هل يتصور أن الدولة السعودية تعمل برؤية أهل الأيران، أو أهل الأيران يعملوا برؤية السعودية؟ لا. وبناء على ذلك فقال لهم العلامة ابن حميد علامة بكة، قال هذا المؤتمرات هذا ما اتنفذ بابل يجعلها الملوك، قال لهم إن أرادوا
وإذا لم يريدوا أي خالفكم بيجعلوا لكم آلة. لأنه لا تقرروا هذا القرار إلا إذا قد كانت المسألة ستكون دينية شرعية محضة. مفتي اليمن أو قاضي قضاة اليمن مع مفتي بصرة أو قاضي قضاة بصر مع ليبيا مع المغرب مع بلاد الأيران وغيره يتحدوا، فإذا جاء إشعار من أي دولة على الدولة أن تشعر القاضي أو المفتي في أي بلد حال ما يشعروا من مكة أو من القاهرة أو من صنعاء أو من طرابلس يبلغ لوزارة الإعلام في بلده ويبلغ للإذاعة وأصحابه والتلفزيون وينشروا. الدولة ما تتدخل إذا وهكذا فلا بأس، لكن ما بيشعروا إلا بعد أن يشعروا الدولة. ففي بعض الأحوال بيوافقوا وفي بعض الأحوال ما بيوافقوا. فلهذا أن المسألة هذه ما جعلوها مسألة شرعية خالصة، وتكون المفاهمة ما بين القضاة في جميع العواصم الإسلامية ولا دخل للدول فيها، ما بيجعلوا الشيء ذا. إنما في بعض الأحوال بيقولوا أنهم شيء واحد وفي بعض الأحوال بيخالفوا، ولهذا قال لهم ابن حميد لا لزوم لهذا. عقدت مرة جلسة أو مؤتمر في مكة قبل 25 عام. قال الباجي لكن روى ابن أبي شيبة وغير عن أنس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يفطر ولو على شربة من ماء. وروي عن ابن عباس وطائفة أنهم كانوا يفطرون قبل الصلاة. فهذا رأي شخصي لعمر بن الخطاب ولعثمان بن عفان. أما السنة فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر ولو بشربة ماء ثم يصلي بعد ذلك. ما يفطرش لا صلاة. بشرب كبي يقولها. قال كان يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان وفي الحاشكة. فكان يشرعان بصلاة المغرب لأنه مشروع اتفاقا وليس من تأخير الفطر المكروه، لأنه إنما يكره تأخيره إلى اشتباك النجوم على وجه المبالغة ولم يؤخر المبادرة إلى عباده. قاله إلا إلى عباده. قاله الباجي ثم قال لكن روى ابن أبي شيبة وغيره عن أنس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يفطر ولو على شربة من ماء. الحديث المرفوع وهو المبادرة ثم يصلي. باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان. المحرم هو أن يجتنب وهو صائم، أما إذا اجتنب في الليل وأخر الغسل حتى أذن الفجر ولم يكن قد اغتسل فلا مانع من ذلك. المحرم هو أن يحصل له الجنابة، أن يتصل بأهله حالة كونه صائما من عند أن يؤذن الفجر. أما في الليل فهو حلال ولا مانع أن يؤذن الفجر، والمرأة لم تغتسل ولا مانع أن يؤذن الفجر، والرجل لم يغتسل ولا مانع للمرأة الحائض إذا طهرت في الليل أن لا تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة
عن عائشة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب: وأنا أسمع يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم. فقال له الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. العلماء كلهم في جميع المذاهب يقولوا هكذا، أنه لا مانع أن يطلع الفجر والبرأة جنب أو حائض ولو لم تغتسل إلا بعد دخول الوقت، ولا مانع للرجل أن يؤذن الفجر ويدخل الوقت وقت الصيام وهو جنب لم يغتسل. إنما المحرم والذي سيبدل الصوم أن يتلبس بالجنابة حالة كونه صائما. أنا عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إني أصبح جنبا، ثم صلت الوقت بدليل أنه كان يعني تأخر عن هذا الفجر، يعني أنا ماشي ويغسل بسرعة، هيغسل بسرعة ويخرج يصلي. ها؟ إيه لكن قال هكذا، صادف أن بلال بيأذن والنبي عادوا بيغسل. وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر عن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام عن عائشة وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في ربضة ثم يصوم. ولهذا جميع المذاهب تقول أنه لا مانع أن يطلع الفجر والإنسان لم يكن قد اغتسل، خلافا لما يروى عن الشيعة الجعفرية الإمامية، فإنهم يقولون أنه يبطل الصوم وأنه يجب على الإنسان أن يغتسل قبل أن يدخل الفجر. هذا مروي عن الشيعة الجعفرية الإمامية أنهم يقولون من شرط الصائم أن لا يطلع وقت الصيام ولا يطلع الفجر إلا وهو طاهر، كأنه لم يبلغهم هذا الحديث أو لم يوجد هذا الحديث عند أئمتهم. حتى ذري عن مالك عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أنه سمع أبا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام يقول: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك. فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال: يا أم المؤمنين، إنا كنا عند مروان بن الحكم. فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم.
قالت عائشة: ليس ما كما قال أبو هريرة. يا عبد الرحمن، أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ فقال عبد الرحمن: لا والله. قالت عائشة: فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلال ثم يصوم ذلك اليوم. قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أبو سلمة فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة. من هو؟ من بيبيع الخل؟ جهالة ولا شيبات؟ هل أطفاء أو لا مراهقي أو لا شباء أو لا كهو أو لا شيبات؟ قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أبو سلمة فسأل عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة. قال: فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكام فذكر له عبد الرحمن ما قالتها. فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق. العقيق محل خارج المدينة المنورة من جهات الجنوب من جهات طريق مكة. وادي العقيق هذا قد ورد أحاديث في فضل الصلاة في وادي العقيق. وادي العقيق هي الجهة خارج مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الشمال من جهة الجنوب، أي عند قباء ونحو ذلك. الحديث صحيح. فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك. فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك. فقال له أبو هريرة: لا علم لي بذلك، إنما أخبرني مخبر. الإنسان ينشئ في بعض الأحوال أو أخبر مخبر غالط. في بعض الرواية أنه أخبره جعفر بن أبي طالب أو غيره، هكذا في بعض الروايات أنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ كيف؟ يعني أخبره منسوبا إلى النبي؟ إيه، وهو نسب إلى النبي ولكن غلط، مثل ما يغلط الناس كلهم. هذا كرها وقعت للشيعة ولبعض الحنفية يجرحوا أبا هريرة. فأبا هريرة من جملة ما شنوا عليه الغارة أنه قال برك كذا فكذا وكشف كذا وكذا، فرجع يعتذر ويقول أنه أخبره مخبر. وقد الإنسان يغلط، ما بش واحد معصوم أبدا، لا من الصحابة ولا من التابعي ولا من الأئمة ولا من غيرهم. الإنسان مش معصوم. ها؟ ماشي ما بلا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والغريب أن الجعفرية شنوا عليه الغار حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح جنوبا فلا صيام له، في حين أن مذهبهم هو هذا، لكن معهم رأي مستند إلى أئمتهم، وإلا فهم شنوا عليه الغار مع أنه أتى بشيء، هذا الشيء هو حجة لهم. ها؟ إيه، لكن نادر قلت. قال: ففي مسلم: فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل بن عباس ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري: فقال: كذلك أخبرني الفضل بن عباس وهو أعلم، أي بما روى، والعتب في ذلك عليه لا علي. وفي رواية النسفي عن البخاري
وهن أعلم أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا أخبرني الفضل بن عباس العهد عليه. أخبرني الفضل بن عباس والعهد عليه. أما بالنسبة لما أخبرتكم أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة فهما أخبر مني بهذا. ولهذا يقول العلماء إذا تعارض حديثي وأحدهما روته أم المؤمنين والآخر رواه شخص آخر وكان من المسائل الشخصية العائلية فيرجح ما ترويه أم المؤمنين على ما يرويه سائر أصحابه. وإذا تعارض حديثي حديث روى أحد أصحابه والآخر روته واحد من أمهات المؤمنين وكان في مسألة الجهاد أو غيره فيرجح نقول ما درها ويه في البيت. في بعض الروايات لكن لا أذكر الآن ما هي تعارض حديث عائشة مع حديث آخر لأحد أصحابه فرجحوا رواية أصحابي لأنها كانت في البيت لا تعرف ما وقع في الغزو. هذا الحديث في ذهني أن بحديث هكذا رجحوا. من ما أظن في ذهني أنه في كتاب الجهاد ولا قولها متى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوصي ولكن قد أوصى بحضور ناس آخرين قالت أنه لم يوصي مع أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى عدة وصايا. أوصى أنهم يخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأوصى أنهم يعطوا الوفد ما كان يعطيهم وأوصى بالصلاة بالمحافظة على الصلاة وأوصى بأن لا يظلموا المماليك الذي بين أيديهم وغيره. وهي بدم في أنه أوصى لا يلزم من نفيها ولا يلزم أنه ما يمسي إلا بحضورها. يحتمل هكذا. وفي مسلم قال أبو هريرة أهما قالتا ذلك؟ قال نعم قال هما أعلم. ورجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك وهذا يرجح رواية النسفي. وللنسائي أخبرني أسامة ابن زيد وله أيضا أخبرني فلان وفلان فاحتمل أنه سمعه من الفضل وأسامة فأرسل الحديث أولا ثم أسنده لما سرعان وسبب رجوع مع أنه سمعه منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنه قاله لشدة وثوقب بخبرهما أنه تعارض عنده الحديثا فجمع بينهما فتأول قول أفضل أو فلا يصم على أنه إرشاد إلى الأفضل. فإن الأفضل أن يغتسل قبل الفجر ولو خالف جاءت وفعله المصطفى صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. قال وحدثني عن مالك عن سمي عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة زوجي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا من جباع غير احترام ثم يصوم. وهذا الحديث صحيح بالإجماع ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل إبراءته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا أي تأثر وتألم فأرسل إبراءته تسأله عن ذلك فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت ذلك لها فأخبرتها أم سلمة
أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقبل وهو صائم، فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا، وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. ثم رجعت إبراته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فقالت قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شرا، وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال، والله إني لا أتقاكم لله وأعلمكم بحدوده، أنا أخاف من الله أعظم منكم، ولكن هذا شيء مباح. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت، أي إشارة أنها هي، ولكن ممكنهاش تقول هو أنا، ولكن قالت بعض أزواجه، أخفت من هي وهي هي، ولهذا ذكرت وضحكت. قولها إن كان، إن ها هنا نافية بمعنى إن ما كان، قال إن كان أي معناها إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتك ابن الزيد بن عمرو بن نفي امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق وهو صائم، فقالت له عائشة، ما منعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟